بالمقابلة ولا. طب لو كان في مرشح رئاسي مصري في مواجهة مثلا رئيس السيسي، قابل أي ضيف أجنبي هنا، جه ضيف أجنبي رئيس فرنساوي، رئيس وزراء الإنجليزي، رئيس الأمريكي، جه مثلا في 2018 بيزور مصر أثناء الترشح للرئاسة ويقابل الرئيس السيسي وهو رئيس بقى الوقت الرئيس الموجود، وداخل معركة انتخابية وقصاده بقى مرشح رئاسي أيا كان اسمه، فقابل بقى المرشح الرئاسي دي، يا نهار اسود على اتهامات العمالة والخيانة والتخوين زي ما بيحصل دلوقتي. أي ضيف أجنبي يجي مصر، رئيس وزراء، وزير، وزير خارجية الأمريكي نفسه، رئيس الفرنساوي نفسه، لما جه ويقابل شخصيات معارضة لرئيس السيسي بوضوح، معارضة، فأصل مش عيب على فكرة، لا عيب ولا حرام لما في حد معارض لرئيس السيسي، فإذا باتهامات وجواليس طين على سيرة هؤلاء وعلى شخصية هؤلاء وتشويه لهم واتهامات بالعمالة والخيانة وانا مش عارف ايه، وكله متسجل ايه ده؟ شوفوا الفرق بين الدول الديمقراطية والدول اللي مصرة تبقى بوليسية. الدولة الديمقراطية اللي ما عندهاش مشكلة اطلاقا في انه اي رئيس دولة اجنبية يقابل اي مواطن من هذه الدولة، لانه مش كل مواطن في هذه الدولة متهم سلفا بالخيانة والعمالة والمؤامرة والبتاع وانه هو مش واتباع واشترى. احنا الدول اللي عندها نرجع تاني يا جماعة لنا، الدول اللي عندها عقدة نقص، الدول اللي عندها دونية سياسية، هي اللي طول الوقت تفضل مهمومة، تفضل مشغولة باتهام أي حد خارج إطار الحكم، أي حد خارج إطار أمن الدولة أو أجهزة الأمنية، أو ما بيسمعش التعليمات، أو بيقابل أي خواجة ولو سايح في الهرم بأنه عميل ابن 60 في 70. ولك ما بالك بقى مرشح رئاسي، يعني أهو هؤلاء الذين يتوقفون اليوم أمام مشهد استقبال الرئيس المصري لمرشحين أمريكيين لمنصب الرئاسة، والأمر ليس فيه أي غضاضة ولا أي مشكلة أنه يلتقوا بضيف أجنبي، رئيس السيسي ضيف أجنبي، ويلتقوا ويتحاوروا معاه. ماذا لو كان هذا هو الضيف الأجنبي في مصر وقابل مرشح رئاسة مصري غير الرئيس الحالي؟ أي تهمة وأي جريمة سوف تلقى على أكتاف هذا الرجل لو تجرأ وقابل حد؟